مزيد من المتابعه انضم الينا هاتفيا الاستاذ محمود عنبر استاذ الاقتصاد. استاذ محمود بعد التحيه، نحن بصدد متابعه ختام اعمال منتدى دافوس الاقتصاديه العالمي. كيف قرات ما تناوله من نقاشات وتوصيات بشان النظام المالي العالمي؟ يعني يمكن توقيت هذا المؤتمر بياتي يعني في فتره العالم كله يعاني من حاله ركود تضخمي، ويمكن كان من اهم المحاور المطروحة في هذا المؤتمر هو يعني حالة الركود أو تنسيق الجهود الدولية، ويمكن حتى العنوان الذي عكسه هذا المؤتمر هو فكرة التعاون في عالم يعني متفتت أو متشرذم، بيأتي في ذات السياق الذي يحتاج فيه إلى مزيد من الجهود الدولية لمكافحة التضخم وحالة الركود الموجودة الآن، واللي بتعد يعني يمكن أخطر وأعقد أزمة مالية حدثت في المائة سنة الأخيرة. أيضا في ذات السياق بيتحدث عن بعض التغيرات المناخية والمخاطر المناخية التي يمكن أيضا أن تلقي بظلالها في المستقبل على المستوى العالمي وتأثيرات هذا الأمر على الوضع الاقتصادي لكافة دول العالم. كافة المؤشرات أو كافة المحاور يعني التي تناولها هذا المؤتمر في تخيلي أنها تنصب بشكل مباشر مع المفهوم المنضبط لمصطلح التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتباراتها مصالح أو مستوى رفاهية الأجيال الحالية دون التغول أو دون التجني على يعني طيب. المصالح الاقتصادية للأجيال التي سوف تأتي في المستقبل. دكتور محمود، يعني إلى أي مدى يمكن تحويل تلك المناقشات النظرية لأطر عملية تنقذ الاقتصاد العالمي مما أشرت من الكبوة وحالة التضخم التي يمر بها؟ يعني يمكن زي ما ذكرنا انه او على غرار ما تم في كوب 27 الذي اقيم في منتدى في شرم الشيخ، واللي كان بيحمل عنوان او بياتي في اطار فكره التحول من حاله المقترحات او حاله التنظير الى تفعيل هذه المقترحات بشكل او باخر، ذات المنطق ينطبق على هذا المنتدى، فكرة تنسيق الجهود الدولية للقضاء على حالة الركود التضخمي الذي يعاني منها العالم، واللي يمكن يعني عجل من ظهورها أو عقد من تداعياتها فكرة الحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت، واستخدام العقوبات الاقتصادية كواحد من أهم أدوات الصراع. يمكن إذا كان هناك جهود دولية في هذا الصدد، يعني اولا بتجرم استخدام الامور الاقتصاديه او السياسات الاقتصاديه زي التلويح بسلاح الطاقه او استخدام الامور الاقتصاديه كاحد ادوات الصراع، ده واحد من اهم الاسباب التي يمكن ان تنقذ العالم او تسرع من وتيره التخلص او التعامل مع هذه التداعيات الاقتصاديه، لانه حاله استخدام العقوبات الاقتصاديه بين طرفي النزاع او بين طرفي الصراع لا تؤثر فقط على الطرفين محل الصراع، وإنما تلقي بظلالها على كافة دول العالم. ويمكن شهدنا أن العالم كله أصيب بهذه بحالة التضخم، ده كمان الأعقد من ذلك أنه حتى السيناريوهات الحل التي اتخذت من خلال سياسات انكماشية لها علاقة بالتعامل مع حالة التضخم لم تؤتي ثمارها، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في اليابان، سواء في أوروبا اللي بتعاني بشكل كبير من هذه التداعيات، وألقت بظلالها أيضا على الدول العربية والإفريقية في ذات الوقت. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.